السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيش بالشي فلور والبروكولي والجبن اللي غادي نزينوه بأشياء أخرى. ونذكر لكم المقادير إن شاء الله، اللي هي البروكولي، معلقة ديال الخرقوم اللي هو الكركم، الشي فلور على حسب الكمية اللي غادي تديرو، الكيش كبير أو لا صغير ماشي مشكل. المقادير المعدنوس، هذه لا بيشاميل، جوج معلقات هنا اللي عندي هنا 100 غرام 100 مل عفوا، وحيدت منها جوج معلقات للتزيين غادي نخليهم، وهادو باش غادي نخدم في الاول. عندنا الجبن اللي هو ريكوتا، متيشات صغيرين يسوريج للتزيين، السومو شرائح ديالو لويتهم دورتهم درتهم بحال شكل وريضات هكا للتزيين، وعندنا الهريسه اللي طبعا مصايبه في الدار. الا بغيتو تشوفوا الرابط ديالها في الفيديو، واحد من الفيديوهات السابقين. ومن طبيعه الحال لاباز ديالنا اللي هي العجين المكسر اللي صايبتو، حتى هو راه كاين الرابط ديالو في الفيديو السابق. ونبداو على بركه الله بالحشو هو الاولاني. كنوضعوا البيشاميل ديالنا، هي الاولى هنا، تقريبا هي المجموع ديالها 100 مليلتر، حيت منا هاد جوج معلقات تقريبا غادي تبقى 80 هكا. وغادي نضيفوا لها الكركم معلقة كبيرة هكا، وغادي نضيفوا لها المعدنوس والحار، هريسة، ونص كمية ديال الجبن، ونخلطوا كاع جميع هاد العناصر. الحشو ديالنا كيصبح بهذا الشكل ملي خلطنا كلشي، هاد التوابل مع هاد الجبن ولا بيشاميل كيصبح بهذا الشكل. وكنمروا الحشو الثاني اللي هو الشي فلور هكا، كنحطوه في شي اناء اخر، كنمعسوه كله مزيان هكا، ونضيفوا ليه الجبن اللي هو ريكوتا، ونمعسوهم حتى هما مزيان مع شويه مليحه غير شويه، لان الملح سلقت فيها الشي فلورات ما غاديش نقويها، والجبن حتى هو تيكون مالح، يعني الملح غيكون قليل. بالحشو الثاني حتى هو تيصبح جاهز هكا، ما كنمعسوش مزيان، كنخليو يعني باين هكا باش ملي نكونو ناكلو نعرفو شنو كناكلو. ونبسطو العجين ديالنا. العجين ديالنا كيف ما كتشوفو، هذا العجين اللي صوبت في البيت، وهذا بالنسمة ديال الزعتر، نسمتو بالزعتر وزعترة يعني الأوريغانو، جهائل في المذاق ديالو. دابا غادي نحطوه في المول وغنبداو على بركه الله بالحشو. حطيته في المول ديالو، دابا غادي نبسطها وحطيتها. دابا غادي نديرو الحشو الاول ديال الطبقه الاولى اللي هي هذه هكا، نبسطوها مزيان، وكنوضعو فوقها الطبقه الثانيه بعد ما وضعنا الحشو الثاني. دابا ما بقى لينا الا ناخذ البروكولي ديالنا هكا، كنحطوه في لا بيشاميل بالشكل هكا، نعاود نحطوه في الفرماج بارميجان ديالنا، وكندخلوه هكا بهذا الشكل بحال الشجيرات كندخلوه. والكيش ديالي بعد ما كملت له التزيين كيصبح بهذا الشكل، كيبقى لي الا السومو، السومو ما كيطيبش، غنخليه حتى تنخرجها من الفران، وغادي نزين به في الاخير. ودابا غادي ندخلها الفران نص ساعة على درجة حرارة 250. الكيش بعد ما خرجناه من الفران كما كتشوفوا ها هو، دابا بقى لنا الا نزينوه بالسومو. هذا الشكل النهائي ديال الكيش ديالي، هو هذا كيف ما كتشوفوا، بنين وجا مقرمش بزاف من هنا، جهائل. نتمنى تجربوه ويعجبكم. وهذه إشارة العجين شطلي، درت به هذه صغيرة جات، هذه كإشارة باش تشوفوا الشكل، درت فيها الزيتون ونفس الحشو غير الفوق زينتها بالزيتون ومطيشات صغيرين، وخالفت هذاك العجين الفوق. هذه كإشارة كيف ما قلت باش اللي بغى يبدل الشكل. ونتمنى تكون عجبتكم وتشجعتكم القناة كوتشينا مينا.